التقت سيدات كنيسة القديس جوارجس بمدينة بيت جالة بسيادة المطران عطل حنا، ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بجهود السيدات في خدمة الكنيسة والرعية وتبادل التهاني مع بدء الصوم الأربعين المقدس. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. بمباركة من سيادة المطران عطل حنا رئيس أساقفة سباستيال الروم الأرثوذكس، وبحضور الأب بولس العلام والأب يوسف الهودلي ووكلاء الكنيسة الأرثوذكسية وسيدات كنيسة القديس جوارجوس في الخضر، أقيم لقاء روحاني في قاعة كنيسة العذراء في مدينة بيت جالة، ابتدأ بصلاة ومن ثم كلمة المطران عطلة التي دعا فيها الجميع إلى المواصلة في الصلاة والثبات في الأراضي المقدسة رغم الحرب والأوضاع السائدة في المنطقة، وبارك ببدء زمن الصوم لدى الكنيسة الأرثوذكسية. نود أن نهني أبناءنا بمناسبة دخولنا إلى فترة الصوم الأربعيني المقدس، هذه الفترة الروحية التي فيها نستعد لاستقبال أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، ونحن نتمنى في هذا الموسم وفي هذه الأيام المقدسة، نتمنى ونسأل الله أن تتوقف الحرب. مشاهد الموت في غزة مؤلمة ومحزنة، ونحن كمسيحيين وكأبناء لهذه الكنيسة نحن نصلي من أجل أن تتوقف آلة الحرب لكي ينعم أهل غزة بحياة أفضل. هؤلاء هم بشر خلقهم الله كما خلق كل إنسان، ولا يستحقون أن يعاملوا بهذه القسوة وبهذه الأساليب العنفية والحربية اللا إنسانية واللا حضارية. نحن أيضا نلتفت إلى كنيسة القديس بورفيريوس وإلى كنيسة العائلة المقدسة في هذا الموسم المبارك، وهم يعيشون في هذه الأوضاع، أوضاع مأساوية تمر على المسيحيين في غزة كما وعلى كل أبناء غزة. نحن نتمنى أن تنتهي الحرب لكي ينعم الجميع بالسلام والهدوء والطمأنينة. كما تقدم بالتهنئة لسيدات كنيسة القديس جوارجوس الخضر ودعمهم الدائم بلا انقطاع. ونحيي أيضا سيدات كنيسة القديس جوارجوس في الخضر على هذه النشاطات الروحية فيما يتعلق بالترتيل، فيما يتعلق بمدارس الأحد، فيما يتعلق بكل ما يقومون به من أجل الكنيسة ومن أجل الحضور المسيحي في هذه الأرض المقدسة. صوم مبارك للجميع، وإن شاء الله الأيام القادمة تكون سلامية وخيرة، فيها الخير وفيها السلام على الجميع. تخلل اللقاء تراتيل للمجموعة التي لها باع طويل في الكنيسة ونال إعجاب الحضور. وفي نهاية اللقاء بارك المطران عمل السيدات والقائمين على نجاح هذه المجموعة. لقاء حلو وكثير كانت في محبة بين كل الستات، لقاء الستات مع بعضهم في محبة، في علاقة، يتعرفوا الستات كلهم على بعضهم. وإحنا الحين بنسوي كل يوم جمعة مائدة محبة في الدير اللي هو بيبعد كثير عن بيت جالة، بيبعد كثير عن بيت جالة هذا الدير، وبنتوجه كله بأريحية. وكمان أنا بطلب إنه السلام عم في غزة وعم في فلسطين، ويكون كل محبة بين كل العالم. وطبعا إحنا عنا دخلنا الصوم الأربعيني، وكل عام وكل عام والعالم جميعا سالمين. وبشكر كثير النورسات لحضورها وقدومها وللنشاطات والفعاليات اللي احنا بنقوم فيها، وكل عام والجميع بألف خير. والتقطت صور تذكارية بهذه المناسبة التي تتهيأ بها الكنيسة لعيد الفصح.
بلشنا تدريب السيدات والجدات الأمهات حسب رغبتهم، لأنه كنا ندرب الأطفال الصغار وكانوا يعني يغاروا من الأطفال إنهم بيعرفوا أشياء السيدات مش عارفينها. فبلشت من هون النبتة وزرعناها مع السيدات، ونشكر الله زرعنا محبة وحصدنا أضعاف. أهلا وسهلا بسيادة المطران عطل حنا وكلاء الكنيسة ورئيس جوقتنا أبو نادر مكركر، منقولكم صيام مقبول وإن شاء الله صيام مبارك وربنا يعم السلام على كل العالم. للنورسات مارلين الحدوى من قاعة كنيسة العذراء بيت جالة. لتكن معكم الآن وفي كل آن وإلى دهر الداهرين.